سائل يقول: هل مجرد اعتقاد أن شجرة ما مباركة إذا علق بها سيفه قبل المعركة وأنها تجلب النصر له في القتال يعد شركا أكبر مخرجا من الملة ولو لم يفعل؟ هذا كما سبق أنه لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار وتعليق الأشياء بها والسلاح لأجل التبرك بها وأنها تسبب النصر على الأعداء، هذا كله من أمور الشرك، نعم، ومن أمور الجاهلية، نعم.